بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله: أعمل في الصحة ويشق علي أثناء العمل فسخ الملابس الطبية الواقية، فماذا أعمل بالنسبة للصلاة والطهارة؟ هذا السؤال يا إخواني مهم ويتعلق بمرفق يعني صحي من مرافق الدولة، والمفروض أنه يكتب سؤال يرسل للجنة، واللجنة ممكن أيضا تستدعي أحد من وزارة الصحة تسأله. لأني أنا الآن مثلا عندما أعرض عليه هذا السؤال، أما أنا أقول له الآن ليش ما يخلع؟ أظن أن الخلع بسيط، اخلع يا أخي وتوضل وارجع. لكن الإخوان الآن اللي في غرف العمليات واللي مع هذا الوباء يمكن أن الوضع عندهم غير، فنحن نقول لهم، أنا أجيبهم إجابة عامة: اتقوا الله ما استطعتم. أنتم الحمد لله ناس خريجين جامعة، الأطباء والممارسين الصحيين، وتخافون الله وعندكم إن شاء الله علم ما تعرفون به، فأنتم يعني اعملوا، إن كان ما تستطيعون خلع الملابس يشق عليكم تيمموا، ما تستطيعون أيضا التيمم شوفوا اجمعوا. يا إخواني الآن الظهر تراه ما ينتهي مع العصر إلا قبيل المغرب، يعني لو صليت قبل المغرب نص ساعة صليت الظهر والعصر تراك صليتها في وقت، وكذلك العشاء، المغرب والعشاء إذا احتجت للجمع فانت تجمع، والعشاء الآن يا إخواني ما ينتهي إلا الساعة 11، الساعة 11 من الليل، يعني لو صلى الإنسان قبل 11 صلى العشاء والمغرب في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم.